السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شلونكم طلاب؟ إن شاء الله زينين. أتمناكم إن شاء الله تنجحون. هاي المادة شوية صح صعبة، كثير من الطلبة رادوا من عندي أشرح هذا السؤال. خلينا نشوف شنو الفكرة بهذا السؤال. قيم لهذه البيانات: ألفا قيمتها 7، بيتا قيمتها 4، جاما تساوي لنا -3، ومنطيك هذا معادلة. اتوقع انه هذا الالفا هو ريجستر، يعني المستحيل الحاسب تتعامل معه هيك شيء، يعني مستحيل. فلذلك استخدموا الريجسترات، يعني عملية التحويل من الالفا للريجستر بي اكس هاي عملية مرفوضة. ليش؟ لان قيمة الفا ما يعرف هي قيمتها 7، واصلا ما يعرف شنو معنى الفا، ما يعرف هاي الكلمات، يعرف فقط الريجسترات اللي هي الجنرال ريجستر والسيجمنت ريجستر وبعض الريجسترات اللي هي فلاج وغيرها. خلينا نشوف شلون ما يقبل هذا الشيء. هذا برنامج الاوميليتر مال 886. نكتب مثل ما هو مكتوب هنا عندنا، مثلا موف بي اكس الفا الفا. اوكي خلينا نجرب. يقول لك رونج باراميتر، يعني يقول لك هذا الشيء غلط مو موجود، يعني there are errors probably no zero prefix for hex or no hexa suffix or wrong addressing or. يقول لك يعني مشكلة، يعني الأما عندك مشكلة القيمة ناقلها ما بها بيانات، أو غير مستخدم بالهكسا، أو مو مستخدم عنوان، أو كلمة ألفا هاي شيء معروف. أوكي إذا افتهمنا إنه هذا الشيء غلط برمجيا بلغة أسامبلي غلط، بس يعني كمنطوق للسؤال يريد نقل بيانات هذا الشيء. خلينا نشتغل نشوف شلون. هذا مكمل الحل، ولكن الحل الأول خلينا نشوفه هنا لحظة. اوكي هذا هو السؤال. زين، احنا بالبداية من نحل هيك معادلة نكمل الجزء هذا، نكمل الجزء كله. يلا البيانات وين تروح؟ جزء الفا. ماشي، احنا كعملية الضرب بين الفا وبين بيتا لازم شنو؟ نحط اعاز مول. اوكي خليني نجي نشوف شلون. نقول موف اي اكس الفا. ماشي، بمعنى انه الالفا قيمتها دي ايش؟ جيت قيمتها 7، وين نقلت؟ الريجستر اي اكس، بمعنى فارزة منقوطة اي اكس تساوي ان 0007. ماشي، بمعنى الريجستر قد احتوى على هذا الشيء. اوكي وراها الايمول هذا الاعاز يتعامل فقط مع حد واحد اللي هو الديستنيشن، يعني فقط عملية الضرب مع جزء. راح نقول الايمول بيتا، زين البيتا بيش تنضرب؟ البيتا هي قيمتها 4، بيش مضروبة؟ من خصائص الايمول وخصائص الايدف اعاز، يعني ذني ينضربن ويا الاكوموليتر. ليش نحنا نقلنا الالفا نقلناها للاي اكس؟ لان الايمول يضرب الاكوموليتر اللي هو اي اكس فقط، يتعامل الايمو مع الاي اكس فقط، بي اكس ما حيتعامل وياه مستحيل. فاذا ضرب الاي اكس اللي هو مختفي داخل الريجستر، ونضربه بالبيتا. اوكي نقول ايمو بيتا، هاي البيتا. اوكي خلينا نشوف شو المعنى. بمعنى انه الاي اكس ليش حيحط الناتج بالاي اكس؟ لان الايمو اعاز يحط يضرب الاكوموليتر بالديستنيشن، والناتج وين يروح؟ بالاكوموليتر. ماشي،
الاكوموليتر اللي هو AX يساوي لنا AX اللي هي 0007 في البيت هاش جيت 4 سوري. اوكي الناتج وين راح يكون؟ راح يكون بالاي اكس. اوكي نجي ننقل موف الاي اكس وين؟ للبي اكس. ليش نقلنا الاي اكس للبي اكس؟ على مو شنو هذا الجزء ضربناه خلصنا منه، ننقل الريجستر اخر ونضرب هذني وبعدين اخر شيء نجي مع هذول الطرفين. ليش نقلنا الاي اكس للبي اكس؟ ليش مثل ما قلنا الاي مول وين متعامل؟ فقط ويل الاكوموليتر. فنقلنا موف الاي اكس الناتج هذا كله من راح بالبي اكس. اوكي زين موف الخمسة قيمة الخمسة وين حيخليها؟ حيخليها بالاي اكس. ليش؟ لان حصير عملية ضرب ويمن ويا القامو ماشي. موف اي اكس خمسة ماشي، بمعنى انه الاي اكس كده حيساوي لنا راح يساوي لنا خمسة. سوري هنا الاي اكس صارت بي اكس لان حولنا نقلنا بي اكس. اوكي بدت عملية الضرب. راح يضرب؟ راح يضرب الاكوموليتر بالجاما اللي هو شقد؟ الخمسة في سالب ثلاثة. خلينا نشوف شلون. موف سوري اي مول جاما، بمعنى شنو؟ بمعنى قلنا الناتج هو الاي مول شنو وظيفته؟ الاكوموليتر يضربه ويا ويا الديستنيشن، والناتج وين يروح بالاكوموليتر؟ اذا الاكوموليتر اللي هو اي اكس راح يساوي لنا قيمة الاي اكس اللي هي شقد كانت؟ خمسة بالهكسا 0005 في الجاما اللي قيمتها سالب ثلاثة. اوكي هسه ورا ما انتهينا الجزء هذا وانتهينا من جزء هذا نجمعهم ماشي، هي محصورة بين قوسين راح يصير هاد ويمن ويمن، يعني يا جزء يا طرف ويا طرف. الطرف هذا اللي هو وين كانت اصبح بياناته؟ بال بي اكس مو صح؟ وهذا البيانات وين صارت؟ بال اي اكس. اذا الاد منو؟ اي اكس والبي اكس، بمعنى اصبح الاي اكس اصبح الفا في بيتا سوري هنحط من قوسين الفا في بيتا زائدا خمسة في جاما. اوكي هذا الطرف كله وين راح؟ راح للاي اكس. جيد بقى يا طرف، بقى طرف هذا. نجي ما عدنا لا عملية ضرب ولا عدنا عملية طرح، عفوا لا عدنا عملية ضرب ولا عملية قسمة. اذا اي ريجستر يتعامل مع الطرح والجمع، فاذا نقول موف البي اكس شنقل بي الفا ماشي، بمعنى انه البي اكس اصبح قيمته جيد قيمته سبعة بالهكسا. طبعا راح يصير عملية طرح بين من وبين من؟ بين الالفا والبيتا اللي هي شنو؟ صب. بي اكس وبيتا، بمعنى انه البي اكس راح يساوي لنا الفا ناقصا بيتا. زين الطرف هذا اصبح وين قيمته؟ اصبح قيمته هنا بالبي اكس مو صح؟ اوكي هنحط بين قوسين هذا القوسين. زين هسه اكو عملية قسمة بين الطرف هذا والطرف هذا ماشي. هذا الجزء نتذكر وين خليناه؟ اي نعم خليناه بالاي اكس وهذا كله موجود ماشي.
وهذا الجزء وين موجود؟ موجود بالبي اكس. احنا قلنا الايمور والايديف شنو يتعامل ويا ديستنيشن واحد، يعني فقط ماكو يعني ماكو فارزة هاي، يعني فقط اما مثلا الريجستر هذا او الريجستر هذا. المهم فعندنا عملية قسمة هذا ويا منو ويا هذا، هذا وين صار؟ بالاكوموليتر. اذا فقط نضع ايديف منو هذا وين الناتج مالته؟ بالبي اكس، ايديف بي اكس، بمعنى انه الاي اكس اصبح الفا الفا في بيتا زائد 5 في جاما، الكل على الفا ناقص بيتا. العملية كلها انتهت. اجي لشغلة انه انقلها الناتج كله وين ينقل؟ للالفا. ليش؟ لان يقول لك تسوي لي العملية وين اودي لياها؟ اودي لياها بالالفا. قلت لكم هذا شيء غلط بالاسامبلي لانجوج، بس عملية الشرح شلون دي يصير عملية النقل وهو صحيح كشرح نظري اعتيادي، بس يعني مختبر او عمليات هذا الحل غلط. نجي ننقل move منو الناتج اللي هو ax وانا نقله بالالفا الفا والبي سوري ax، بمعنى انه ال ax وين نقلت بياناته؟ للالفا. اوكي زين، هسه مثل ما عرفنا شلون نقل. طبعا هي اكو شغله مسوي بالشرح انه عملية القسمة مكبر البايتات. ليش؟ لان على مود يكون البسط اكبر من المقام، صح؟ فاستخدم CWD بمعنى convert من word الى W word. اوكي؟ من word لدبل word عفوا. اوكي يعني هذا الشيء اعتقد يعني ما له حاجة، لان ما عدنا احنا بيانات اكبر شيء اكبر من هذا، لان هذا عملية ضرب والضرب جمعهم اكيد يعني حيصير اكبر، هذا الرقم اكيد اكبر من هذا الرقم، فما يحتاج انه اكبر البايتات. زين هسه نجي نشرح التريس شلون دا يصير جزء جزء. مثل ما قلنا احنا نحط الاعازات موف، هذا الموف، هذا اعاز الموف الاي، نجي هنا موف هاي موف اول حركة. اوكي اي مول هذا اي مول ماشي، يعني اسطرهم بالجدول لي فوق. الموف راح يجي هنا، الموف هذا راح يجي هنا، الاي مول راح يجي هنا، الاد راح يجي هنا. طبعا ما كفى الورقة ما كفت، لذلك حطتها على صفحة اخرى. ماشي نجي نشرح، نحط رجسترات هنا ماشي. دائما باقي القسمة دائما باقي القسم وين يضع الناتج؟ بالدي اكس، يعني عملية المود تبقى بالدي اكس. نجي نقل الفا وين؟ للاي اكس. الفا وين؟ للاي اكس. الفا قد قيمتها؟ 7. وين انقلها؟ للاي اكس، حولها هكسا صارت هيجي. اوكي اي مول، اي مول قلنا منو الاي اكس في البيتا، البيتا جيت 4، 4 في 7 28 صح؟ نجي 28، 7 في 4 تساوي لنا 28. لو نجزئ الثمانية على حدة والاثنين على حدة، يعني الثمانية بالباينري، عفوا نجي هنا اثنين كتب بالباينري 0 0 1 0 صح؟ اوكي الثمانية جيت 1 0 0 0 صحيح؟ اوكي نجي مثل ما متعلمين تعلمنا بالعملية الباينري شلون تصير، اللي هي 2 4 8 16 32 64 128 وهكذا.
نجي ان القيمة 28 مثل ما تعلمنا احنا شلون نحولها لباينري، 1 2 4 8 16 2 30 مو صحيح؟ اقول ال 28 من جاي من 16 احط لها 1 صح، وبعد ال 8 نحط لها 1، 16 زائد 8 24 زائد 4 28، الباقي شو احط لهم؟ 0. اوكي هسه كل 4 اخذهم على حده لان هكسا. اوكي هذا شقد بالهكسا؟ يلا شقد سي مو صح؟ لان 8 زائد 4 شقد 12، و12 شقد معناه بالهكسا؟ سي. هذا سي ماشي. هذا شقد؟ بمعنى انه 1 0 0 0 بمعنى هيك. شقد هذا؟ هذا 1. اذا 1 سي اوكي مثل ما شرحنا هنا، 1 سي والباقي 0 اوكي. زين موف منو الاي اكس للبي اكس، هذا الاعاز هو نقل من الاي اكس والنقله للبي اكس ماشي. نجي هنا موف الخمسه وين خلاها؟ للاي اكس. اكيد راح تلمسح هاي القيمه وش تخلى بدالها؟ 5 المساحه. زين وتبقى البي اكس كما هي ما صار بها اي اجراء. اوكي الاي مول منو؟ جاما. منو ضرب منو الاكوموليتر اللي هو 5 بالجاما 3، 5 في 3 15. نجي شوف شلون سواها، تابع. اسوي نيو جديد. اوكي واحد اثنين اربعة ثمانية اوكي بعد ما نحتاج من جاي 15 واحد ثمانية زائد اربعة 12 13 14 وهذا واحد 15 اوكي. هذا هو 15 بس هل 15 موجب؟ لا مو موجب. فاذا شو اسوي؟ شو اسوي؟ هذا جزء 15 بالهكسا بما انه بالسالب. ليش بالسالب؟ لان 5 في سالب 3 سالب 15 ماشي. احط 0 0 صفر صفر مو صح، واجمعهم ويا الواحد. بمعنى ايش سويت انا؟ حولت هذين الواحدات الى صغاره خوش. هاي فقط في عمليه السالب، يعني في عمليه الرقم سالب هيجي. ليش سوينا هيجي شيء؟ لان الحاسب متضرب بالسالب مستحيل بس جمع. اوكي هذني سويناهم كومبلمنت صح، وهذا جزء شنو؟ واحد، يعني سويناهم صفارة كومبلمنت واجمعهم ويا الواحد. الناتج حيصير راح يصير صفر زائد واحد واحد صفر 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 مو صح؟ لو نجي هنا نجقد هذا كله جقد هذا كله واحد. اوكي طبعا هنا كل هذا اعادة جقد رقم واحد، كل هذا الحكي كله اعادة رقم واحد، راح يبقى ثلاث فراغات. ثلاث فراغات هنا ايش قلت كانن؟ كان صفار اكيد مو صح؟ هذني اربع وحدات صارن صفارة، هذني ايش بين؟ صارن وحدات، يعني صاروا واحد 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 بمعنى شنو؟ اف. هذا كله الما تابع للصفر الاولاني مو صح؟ يجي على الصفر الثالث هم من كذلك يصير اف، والصفر الرابع يصير اف. بمعنى كل العملية ايش حصير؟ راح تصير اف 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 واحد. اوكي خل نشوف.
عملية الضرب F F F 1 والناتج مال BX يبقى كما هو لأن ما عددنا عملية بالBX. هسا شنو عندنا جمع بين من وبين من بين AX و BX. الAX جيت F F F 1 والBX 0 0 1 C. هنا أنا شو حسوي؟ الاف اف اف واحد مو صح؟ راح اجمعه ويا منو؟ ويا الصفر صفر واحد سي مو؟ اجي كل واحد اجزه على باينري للسهولة طبعا. صفر 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 واحد الاف واحد 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 الاف واحد 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 الاف كذلك هم واحد 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 السي واحد واحد صفر صفر الواحد صفر 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 واحد الصفر كذلك هذا صفر هذا من الصفر الأخير صفر 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 واحد زائد صفر واحد وصفر زائد صفر صفر واحد صفر واحد 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 زائد واحد صفر والكري واحد صفر والكري واحد واحد زائد واحد صفر والكري واحد أيضا صفر والكري واحد هنا أيضا وهكذا صفر كري واحد صفر والكري واحد صفر ما عدنا شيء فيبقى الكاري واحد وقلت لكم الباقي وين يروح لل دي اكس ناخذ كل اربعة على جهة هذا صفر هذا صفر هذا صفر هذا دي صح 8 و 4 12 1 13 13 اللي هو دي اذا اخلي وين هذا اخليه بالاي اكس الاي اكس جت راح يصير 0 0 0 دي البي اكس يبقى كما هو 0 0 1 سي الدي اكس جت راح يبقى راح يصير 1 بمعنى هذا ايش راح يصير راح يصير الدي اكس 0 0 0 1 تحول هذا الى هذا نجي وين هذا هذا 0 0 0 دي هذا عمليه الاد 0 0 1 سي الافات بقى كما هنا ليش صدق يعني في السؤال لكم ليش صار الدي اكس هنا اف بعمليه الضرب بالسالب لان يعني احنا ايش قلنا كله نحولها كومبلمنت كل يتحول كومبلمنت هذا كله صار كومبلمنت صار اف اوكي بقى شنو اف هسه بالصفحه اللي وراها راح تتحول واحدات خلي نشوف الصفحه اللي وراها اوكي اوكي هذا يقول لك العملية السابقة البريفيوس كانت 000 دي و 001 سي وذني الأفات زين الموف هنا الالفا ما راح تروح للبي اكس لقيت قيمة الالفا 7 وين راح تروح هنا يبقى كما هن نجي عملية الطرح منو طرح البي اكس من البيت البي اكس شقيت 0003 اطرحهم من ال الدي من الاي اكس قد راح يصير الناتج عملية الطرح عملية الطرح اللي قد راح تصير تبقى صفر 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 دي اوكي سوى شنو كونفيرت من وورد لدبليو وورد حولها صار اصفار كبر من 16 بت الى جيد 32 بت يعني شنو مسح هذا الني وكبر الحجم اوكي زين الادنى الايدف عملية القسمة
قسمت منو ومنو؟ قلنا الايديف عملية قسمة، الاكوموليتر على الديستنيشن، الديستنيشن هو البي اكس، البي اكس جيت 3، للاي اكس جيت قيمته دي، دي تقسيم 3. خوش يطلع الناتج جيت 4 والباقي جيت 1. خلينا نشوف شلون تقسم هذا. سوري اللي هي شقد دي وثلاثة، الدي قد قيمته قلنا 13 مو صح؟ اوكي هاي 13 ماشي، واللي اسمه البي اكس قد ثلاثة، هاي الثلاثة 13 تقسيم ثلاثة، ثلاثة صح؟ لا غلط، أروع عجيب. أربعة أربعة في ثلاثة 12 ماشي، ثلاثة ناقص اثنين واحد. إذا تضع الأربعة وين؟ بالـ AX accumulator، والواحد وين قلنا يروح؟ لل DX. زين الأربعة وين قلنا؟ لل AX، أربعة راحت لل register AX، ال BX يبقى كما هو، ما عندنا أي إجراء بي بس مجرد إنه قسمنا عليه، الباقي DX. هذا كل ما عدنا بحل هذا السؤال وتوضيحه. شكرا جزيلا لكم، أتمنى أن يفيدكم هذا الشرح.